دلوقتي يا دكتور زاهي احنا هنعمل مسابقة فيها سسبنس، وفي اولا لازم نقول ان احنا بنقتبسها من من سيربح المليون، وبوجه تحية كبيرة جدا للعزيز جورج قرداحي ان احنا النهاردة هنعمل حاجة تبعه كده. الطلبة اللي هيكونوا معانا اللي هم راجعوا قعدوا يراجعوا كتير جدا بقى كل حاجه يعرفوها عن الاثار عشان يستعدوا، الدكتور زاهي حواس هو اللي هيسالهم اللي هيدخل في المسابقه. كم واحد؟ احنا مبدئيا ثلاثه الا اذا الوقت امتد، بس احنا تقريبا ثلاثه عشان الحلقه مش هتكفي اكتر من ثلاثه. تمام. دكتور زاهي هيسالهم اسئله ويبقى في اختيارات. تمام. انما كمان في وسائل مساعده، فاللي هيتزنق منهم عنده ثلاث وسائل مساعده. ايه بقى وايه؟ اما انه يستعين بالجمهور بيكو، يمكن تبقوا عارفين المعلومه طبعا، ما يبقى مش عارف حاجه خالص. نمرة اتنين. انه يستعين بصديق وانا هكون صديقه هقول له الاجابه وبالتالي يقدر يعدي المرحله، او انه يورينا موهبه استثنائيه تخلينا نفوت له السؤال، زي مثلا يغني يقول مقطع من قصيده يبهرنا بمعلومه يقولها، فيبقى في ثلاث وسائل مساعده عشان ايه. تمام. قبل ما اقول الجوائز، قبل ما اقول جوائز المسابقه، لازم اسال دكتور زاهي حواس عن المدارس بره بتعمل ايه وهي بتشرح المصريات او الحضاره الفرعونيه. يعني انا عايز اقول لكم حاجه، انا كتبت كتب للاطفال باللغه الانجليزيه، فبره الطفل وهو في سنكم كده بيدرس كورس كامل عن الحضاره الفرعونيه كامل، فبتيجي مدرسه تبعت لي ايميل تقول لي انا عايزه ان احنا نعمل سكايب معاك. فبكل شهر بعمل سكايب مع مدرسه. طبعا للاسف ما عملتش كده في اي مدرسه مصريه، لكن انا على فكره في مدرسه اتصلوا بيها بعد البرنامج، هي مدرسه عمر بن الخطاب. ايوه. فعايزين نروح اقابل الطلبه هناك. الله. حلو العيال تتعلم وتنبسط. طب دكتور زاهي انا عايزه اسال حضرتك سؤال، عشان لما حد فينا يتسأل جوه أو بره، لأنه أي حد مصري هيتكلم عن الحضارة الفرعونية ممكن يبقى قدامه واحد يا إما معلوماته بسيطة يا إما جاهل يا إما متحفز، فيقول له أنت بتقول كده عشان أنت مصري، اشرح لنا ليه الإنسانية بتعتبر الحضارة الفرعونية هي الحضارة الأعظم؟ هل لأنها هي الأقدم؟ هل لان هي الاطول؟ هل لانها تسجلت؟ هل لان كان في تقدم فيها؟ يعني اشرح لي، لانه في حضارات عظيمه في الدنيا، الحضاره الصينيه عظيمه، الحضاره البابليه عظيمه، الحضاره الهنديه السومريه، في حضارات، في حضاره المكسيك، ليه بقى الحضاره الفرعونيه دي تعتبر الاعظم؟ هو يمكن انا امبارح انا على فكره كنت في معبد الاقصر وكنت بعمل محاضره لجروب امريكاني الساعة 4 الصبح، تخيلوا هم نفسهم يبقوا لوحدهم جوه المعبد، وانا قلت لهم الاتي ردا على سؤال الاستاذه منى، قلت لهم في معبد سيتي الاول في ابيدوس دي في سوهاج جنب البليانة، منطقه اثريه مهمه جدا، فيها اجمل معبد للملك رمسيس الثاني، وفيها اجمل معبد لسيتي الاول، وملوك الاسره الاولى اللي حكموا مصر اتدفن هناك. داخل المعبد ده فيه الإلهة إيزيس، وهي في شكل طائر وجت على أوزيريس بتعيده للحياة وحملت منه وجابت حورس. فأنا بقول إن الحضارة المصرية دي اتعملت عشان اعتقادهم بقى إن هيحيا زي أوزيريس، هيرجع تاني، هيعيش بقى في العالم الآخر، فبالتالي عشان يعيش في العالم الآخر اتعمل أعظم مقابر في الدنيا، واتعمل المعابد العظيمه اللي احنا شايفينها دي كلها عشان الاعتقاد بتاع العالم الاخر. طيب يعني حضرتك قصدك او هلخص اللي انا فهمته من حضرتك، لان الحضاره الفرعونيه جزء منها هو الايمان بالبعث والخلود. بالظبط. انه في حياه اخرى وفي حساب وفي عقاب وفي امتداد لكل اللي موجودين على الارض، فهم لما شيدوا ولما بنوا ولما فكروا ولما بحثوا بنوا مش بس للحياه دي، ده هم بنوا كمان لحياه اخرى، فكانهم عملوا فاذا
اللي حصل الاعتقاد ده هو اللي بنى مصر، هو اللي خلى فيه عظمة في كل شيء، وهو اللي بنى مصر، اللي بنى الحضارة المصرية كلها هذا الاعتقاد. خلوهم بقى يبدعوا في الفن والعمارة والهندسة والفلك. وكان هناك جامعة، حد فيكم البطارية؟ عين شمس. بطارية وعين شمس دي في واحد من كان فيها أقدم جامعة في التاريخ، اتعلم فيها سيدنا يوسف، اتعلم فيها الفلاسفة اليونانيين، فطلع العلم من هذا المكان، من المطرية، من البطارية. جامعة أون أو جامعة هليوبلس، حتى لازالت اسم هليوبلس معنى مدينة الشمس، لأن هذه المدينة كان بيعبد فيها الإله رعا، وبالتالي خرج منها حاجات خاصة بتفسير خلق الدنيا دي كلها. وهذه الجامعة بتعتبر هي اللي مدت المهندس المصري والعبقري المصري عشان يعمل لنا هذه الحضارة العظيمة. طيب